اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا جوعانين. الحلقه الاخيره من موسم الوطن العربي، الموسم الرابع من ازكى اكل في العالم اللي خصصناه ولفلفنا فيه واكلنا فيه الاكل العربي. لفينا مع بعض تقريبا 7 دول عربية، الإمارات، السعودية، عمان والبحرين من دول الخليج، لبنان والأردن من بلاد الشام، وتونس الخضراء من شمال أفريقيا. لفينا وأكلنا في أكثر من 20 مدينة عربية. وانتوا حكولي في الدنيا أحلى من أنه الواحد يلفلف بين المدن العربية الجميلة ويقابل الشباب والشعب العربي الطيب ويأكل الأكل العربي التقليدي؟ ولكن موسم كان لازم يخلص عشان يبدأ موسم جديد برضو قوي كتير، وفي أشياء هيك حنطلع من الوطن العربي عشان نغير كمان. نحكي على الطريق، في طيارة ورانا. أنا حاليا في مطار هيثرو لندن بريطانيا، متوجه إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب بدعوة من نادي دبي للصحافة. الله يعطيهم العافية وشكرا على الدعوة الجميلة، وإن شاء الله هيك نبيض الوجه ونمثل اللحمة والخرفان والمشاوي والكنافة والقصص هاي خير تمثيل. وصلنا إلى الإمارات. طبعا أول شغلة بسويها أكيد رح أروح أسلم على أهلي، بعدين رحت على قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب. صراحة كانت تجربة كتير حلوة، وأحلى شيء في الموضوع أنه بحس حالي أنا أجدد واحد موجود في المكان. يعني قبل سنة من اليوم أنا هدول الناس كنت أنا اللي بتابعهم وكذا، والحين صرت أنا قاعد بيناتهم. كل الفضل طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى لكم أنتوا المتابعين، أنتوا اللي وصلتوني لهذا المكان. لو صاحبكم هناك مبيض الوجه، قلبت أفلاطون هناك وأنا قاعد. اسمعوا بالله، اسمعوا الحوار الرهيب هذا. اسمع، توصل لأي شعب أنا بتحدى اللي بسافر وبخاف من هدول الناس، وأنا عارف هذا الموضوع كثير، اللي بتسافر وبتدخل بيوت الناس أو تعيش مع ناس وتتقرب منهم الناس بتخاف أو كذا. بالعكس، الناس والشعوب كثير طيبة، كثير محترمين، والصورة النمطية اللي مرسومة سواء عنا عندهم أو عندهم عنا كلها غلط. لليوم أنا ما واجهت الحمد لله ولا أشياء هاي الأشياء العنصرية وإلى آخره. بالعكس، واحد بيختلط بالشعوب بشوف الناس بقمة الطيبة وأكلهم في قمة الزكاوة. لا طلعت حكيم وأنا مش عارف، لو بعدين قاعد بتكلم عن التعايش والسلام والشعوب والمش عارف إيش، بطلع الشاشة وراي لقيت صورة الخروف الملكي في مراكش. طب اروح انا ولا نطلب خروف ونعزم القاعدين كلاتهم ولا ايش نسوي؟ شكرا كمان مره لنادي دبي للصحافه، عن جد كان من واحد من المؤتمرات اللي تنظيم فيها كان مذهل. يعني لما تحكي دبي وتنظيم بتحكي عن هذا المستوى اللي صعب تقارنه باي مكان ثاني. طيب نرجع لموضوعنا، واكثر سؤال تكرر عندي في القناه، شو وقت تزور العراق؟ متى راح تزور العراق؟ في سبب لهذا السؤال. قبل ما نجاوب، في سبب لهذا السؤال، ليش كثير قاعد بنساله. اول شغله بشرفني انه يكون عدد كبير من متابعيني من العراق. ثاني سبب هو أنه منطقياً واحد بدور على أزكى أكل في العالم ومسوي موسم عن الوطن العربي وقاعد يلف في الدول العربية، منطقياً بدك تروح العراق لأنه مطبخ العراق مجنون. مش بس مطبخ قوي. ثالث سبب هو أنه في واحدة من الحلقات الموسم الثالث، الموسم اللي كان من تركيا، حلقة أقوى 3 مطاعم عربية في مدينة اسطنبول، أكلنا في مطعم عراقي. في نهاية المطعم أو في نهاية الحلقة حكينا أنه إن شاء الله الموسم اللي بعده نخصصه للوطن العربي ونزور فيه العراق. ناوي عن جد، يعني في خطتي المستقبلية إن شاء الله قريباً إني أزور العراق وأكل فيها في كل المحافظات، لأني عن جد كمان مرة بحكيها بعرف قديش هذا المطبخ قوي. إجا الموسم اللي بعده، لفينا في الوطن العربي لكن ما زرنا العراق. مع كل أسف فعلاً قديش كنت متمني إني أنا أزور العراق، واللي بيعرفني كويس بيعرف إنه أنا مدمن أكل عراقي ومدمن الأشياء العراقية الزاكية وبعرف قديش هذا المطبخ قوي، لكن للأسف ما قدرت أروح لسبب معين. قبل ما نحكي عن السبب من أول حلقة الحين وإحنا قاعدين بنتكلم، فرصة ناكل لنا شغلة بعدين نعرف نجاوب عشان نعرف كمان نفوت هيك في موضوع المود العراقي شوي. يلا. صلوا على النبي يا جماعة، لأنه مش حنعرف نحكي عن موضوع العراق هذا إلا لما يصير بيننا دولمة. صراحة الموضوع ما قدرت أقاومه، اللي هو إنه في 6 بيت عراقية هنا في الإمارات بتعمل الدولمة عندها في البيت وبتبيعها هيك على صواني، وحسابها على الإنستغرام اسمه صواني. فصار قدامنا صينية دولمة مع الموزات مع الباجلة مع الفول ورق عنب. هي باختصار هي الدولمة، اللي ما بعرف طبعا متابعينا من كل الوطن العربي اللي ما بعرفش الدولمة العراقية،
هي محاشي، المحاشي المعروفة في سوريا، في لبنان، في الأردن، في فلسطين، في مصر، في حتى في الخليج معروفة في كتير أماكن في العالم، حتى مش بس في الوطن العربي، في تركيا، في اليونان بيعملوا المحاشي، الورق عنب، البصل، الكوسة، البتنجان وغيرها، لكن هاي على الطريقة العراقية وبالبهارات العراقية. نقول بسم الله لأنه والله العظيم الريحة ما بتستنى. ورق عنب، بصل، كوسة، لحمة، كمان مرة بصل، كمان مرة ورق عنب، كمان مرة لحمة، بندورة، طماطم، كمان مرة لحمة، لكن هاي مع حبات الفول. رح أقول هالكلمتين وأريح قلبي وأرتاح واسمعوهم للآخر لو سمحتوا. أنا مش أول مرة أجرب دولمة، أنا ماكل دولمة كتير أماكن، أنا مدمن دولمة عراقية، ما بمر علي شهر إلا مرة مرتين أطلب فيه دولمة عراقية. هي أول مرة أجرب هذا المكان، مستواهم ممتاز جدا ما شاء الله. لكن اللي بدي أحكيه هو مش بس عن هذا المكان، بدي أحكيه عن الدولمة نفسها. الدولمة يا إخواننا والله العظيم في كتير أماكن زي ما حكينا بتسوي ورقة العنب، والله حبة الورق عنب اللي هي هاي بطريقة الدولمة، إنك بتحطها في تمك والله ما بتغمض عينيك وانسى، انسى 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 الوقت، انسى الزمن، انسى المكان، انسى أي شيء أنت بتفكر فيه في الحياة. الحموضة اللي فيها لحالها بتخليك تبتسم، فيها حموضة بتجنن، مش الحموضة المزعجة، حموضة كتير طيبة. ورقة العنب دايبة طبعا، بتنطبخ لمدة طويلة، المكونات كلها مع بعض. يا إلهي يا إلهي، هذا صحن عظيم، هذا صحن عظيم. والحين الواحد بيقدر يجاوب على السؤال شو وقت تزور العراق. بالله عليكم، واحد بسافر وبلف الدنيا يدور على أزكى أكل في العالم، ما بزور دولة فيها هاي الوجبة العظيمة. ومش بس هاي، المطبخ العراقي جبار 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 جدا. لكن كان في سبب إني أنا ما رحت العراق، مع إني وعدتكم قبل هيك إني أنا أروح العراق هذا الموسم، لكن من الآخر وأنتوا إخواني وأهلي مش راح نخبي على بعض. أنا معي جواز سفر أردني ومقيم في بريطانيا. في 5 دول عربية في الوطن العربي لا ينصح بزيارتها إلا للي كانوا منها. يعني مثلا لو أنا عراقي وعايش في بريطانيا ممكن أزور العراق لأنها بلدي، لكن لو مش بلدي راح تسبب لي مشاكل. العراق، سوريا، اليمن، السودان، وليبيا. بكل أسف هاي 5 دول حاليا ما راح أقدر أزورها. قريبا جدا إن شاء الله راح يتغير الوضع، وعد وعد وعد، في أول فرصة راح يطلع لي أزور العراق. ما بدي أحكي راح أزورها وبوعدكم إني أزورها يا جماعة، أنا هذا واحد من أحلامي. اللي بيعرفني كويس بيعرف أنا عندي 3 أشياء نفسي أكلها في الحياة. رقم 1 كعك القدس في القدس، وللأسف برضو ما بقدر أزور بلدي فلسطين. كتير برضو بسألوني ليش ما بتزور فلسطين، برضو ما بقدر أزور فلسطين. كعك القدس بدي أكله في القدس. مسكوف بدي أكله في بغداد، المسكوف العراقي بدي أكله في بغداد. واللحم الأسادو اللي هي على الطريق الأرجنتينية حكينا عنها كتير في الحياة، برضو هاي بدي أكلها في جبال الأرجنتين. هدول 3 أشياء في قائمة حياتي. فأنتم متخيلين لوين أنا نفسي أزور العراق، لكن إن شاء الله الظروف تتغير قريبا. من هون لوقتها مش رح نقصر في الأكل العراقي، وفي رمضان في مفاجأة برضو عن الأكل العراقي وعن بعض كمان المطابخ العربية. المهم هذا الصحن إيش بتسوي فيه؟ بالنادي العيلة كلها تيجي تاكله. من الصحون اللي قد ما هي زاكية، مش بس بدك تاكلها لحالك، بدك تشوف ردة فعل الناس وهي قاعدة بتاكلها. تعال تعال يا أسامة، تعال تعال. أسامة ابن أختي، وأختي بتسوي محاشي وورق عنب ما شاء الله ما شاء الله. بس أنا بدي أدوقك ورق العنب اللي هي الدولمة على الطريقة العراقية، واحكي لنا كل هاي كلها مرة واحدة. الصدمة عن جد الصدمة. شو كنت نزور العراق؟ عاشت ايدكم يا أهل العراق، وعاشت ايد السيدة العراقية اللي بتعمل الدولمة من كل قلب ومن كل حب، وعاشت ايد اللي اخترع الدولمة نفسه عن جد عن جد. اللي بعرف الدولمة واللي بكلها في مكان كويس سوف لن تأكل غيرها أبدا، سوف لن تأكل غيرها أبدا. طيب نحكي شوي عن الموسم الجديد، الموسم 5 اللي راح يبدا ان شاء الله، مش راح اطول عليكم، 2-3 بالكثير ان شاء الله راح يبدا الموسم. اخترت ان الموسم يكون من 3 دول فقط، 3 دول مش عربيه. انا بعد شخصيا بيعجبني كثير مطابخها، وبعتبرها انا بوجهه نظري من اقوى المطابخ في العالم. اول دوله امريكا، ثاني دوله الهند، ثالث دوله ايطاليا. امريكا راح ندخل في موضوع الاكل اللي في حلقات اكل الشوارع، في الاشياء الدجاج المقلي، البرجرز، حلقه خاصه مخصصه عن البرجرز، حلقه عن الحلويات في امريكا. والحلو في امريكا انه الروح والهويه الامريكيه اللي في المطاعم هناك صعب تلاقيها في اماكن تانية، حتى اللي بيفتح مطعم امريكي برا. فانك تعيش التجربه هناك، الكميات الكبيره، الاشياء اللي بتنعمل بمستويات عن جد كتير عاليه، عن جد الاكل الامريكي اللي برا امريكا شيء واللي جوا امريكا شيء ثاني.
بعد امريكا راح نشوف الهند، لفينا في الهند وراح نشوف حلقات حلوه كمان في الهند ان شاء الله. الحلو في الهند انه هو المطبخ اللي بقدر احكي اتغلب او تكيف مع كل الظروف، من فقر او من يعني مش اغنى بلد في العالم ولا اكثر بلد فيها موارد في العالم، مش ازكى لحمه في العالم موجوده في الهند، مش اكثر بلد بتعطيك موارد كثير كويسه، ولكن قدر المطبخ الهندي انه يتغلب على كل هاي الاشياء بسلاح البهارات. هاي البلد عبقريه في استخدام البهارات. اللي بفكر الهند يلا حط 50 بهار على بعض وخلص، لا، في تكنيكس، في طرق معينة، في بهارات معينة، طريقة انك تطلع بالنهاية طعمة كتير زاكية باستخدام كتير بهارات اللي هي ممكن تكون عدوة للأكل لو البهارات هاي ما كانت الطريقة الصحيحة. على عكس وين؟ المطبخ الإيطالي، المطبخ اللي ناسي إشي اسمه بهارات، شايل من حياتهم إشي اسمه بهارات. اللي بقدم لك وصفة أكل إيطالي فيها بهارات اعرف إنه هاي مغير فيها إشي. فعلًا المطبخ الإيطالي ما بيعترفوا بالبهارات أبدًا، لسبب بيعتمدوا كتير 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 على المكونات الرئيسية وجودة المكونات الرئيسية. يعني مثلًا بيعتمدوا كتير عشان الأشياء تكون طازة، وغير عن طازة تكون جودتها أصلًا عالية. يعني مثلًا حبة البندورة اللي بدها تنحط على على البيتزا لازم تكون مش بس والله طازة ولا تكون خلص بس مقطوفة، لازم يكون فيها نكهة معينة. بيعتنوا كتير بالزراعة عشان تطلع لنا بالنهاية النكهة اللي المطلوب انها تطلع في حبة الطماطم. متحمس جدا جدا جدا، نشوفكم في الموسم الجديد، امريكا، الهند وايطاليانو. نشوفكم الحلقة الجاية، مش حلقة، نشوفكم الموسم الجاي برضو حلقة جاية، مكان جديد، اكل جديد. تصبحوا على خير. لا مش صباح على خير، دنيا صبح. صباح الخير ولا مش صباح. مع السلامة، مع السلامة.